خلينا بقى ننتقل بعد كده محمد صلاح. ايوه ابننا محمد ابننا صلاح. برضو اللي مشرفنا يعني احنا نفس الكلام اهو. يعني كان امبارح حقيقه اداء رائع جدا ليه ولليفربول. اكتسح كاريو مش فاز هو اكتسح فريق ارسنال برباعيه نظيفه. يمكن دي عناوين مختلفه كانت كمان في مانشيتات انجليزيه تحديدا في الجوله طبعا الثانيه او الثانيه 10 ل 12 يعني من البريميوم ليج. خلينا بقى كده نخش بالارقام زي ما حضراتكم تابعتوا. ساديو ماني افتتح التسجيل يعني في الدقيقة 39 بعد كده يجي دييغو جوتا هدف ليفربول سجله الثاني بالدقيقة 52 بعد كده محمد صلاح هدفه الثالث طبعا في الدقيقة 73 واختتم تاكومي من ميناميونو بيتنطق حسب يعني رباعية ليفربول بالدقيقة 77 يعني كده بنتكلم بقى لو هنرجع لمحمد صلاح مرة تانية رفع رصيده من الأهداف ل 11 هدف في المسابقة بعد المرور بس بنتكلم 12 يعني جولة. ماتش فعلا رائع جدا. تعالوا كده برضو يعني نشوف إيه اللي اتقال بعدها وبعض المعلومات اللي ممكن قد تكون مهمة لحضراتكم. يعني من الحاجات اللي أنا قريتها معرفش برضو أنت تابعتها ولا لأ بس العرض بقى اللي المفروض هيقدم اللي بيجهز دلوقتي ودي حسب يعني اللي احنا متابعينه من معلومات عرض ضخم ربما يكون هو الاكبر في تاريخ الله. دلوقتي بنتكلم البريميوم ليج يعني محمد صلاح مع ليفربول والرقم مش يعني احنا مش عايزين نعرفه مش مهم بس مهم ان ابننا بسم الله ما شاء الله هي دي النقطه بس الفكره كمان في حاجه اصلا البعض بيقول لك هو ليه لحد دلوقتي العرض لم يقدم يعني انت ليه اصلا مأخر دلوقتي ده صلاح ما فيش ماتش بينزله تقريبا غير لما يعني بيجيب جول غير لما بيبقى اداء او اسيست بيعمله طبعًا. رائع جدا طبعًا. يعني لازم يكون سايب بصمه فانت فكره ان انت تسيب لسه الموضوع مفتوح لنوادي اخرى وعلى فكره هو بيتلقى عروض اكيد دي حاجه كلنا عارفينها يعني فليفربول اللي انا اعرفه من معلومات ان هو حاليا بيحضر عرض ضخم جدا لمحمد صلاح عشان يقفل كمان باب العروض اللي ممكن ان هي تقدم ليه واعتقد يعني محمد صلاح برضه هو عايز يكمل مع ليفربول حسب القراءات اللي انا بشوفها يعني اشارات كتير بتقول لو اتاكد صحه هذا الكلام